Give the floor to Mr. Hans Grundberg. في اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي مخصص لليمن، حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرونبرغ من مخاطر اندلاع حرب شوارع في مأرب شمال البلاد، مؤكدا أن النزاع بين الحوثيين والقوات الحكومية تصاعد بشكل كبير. جرونبرغ قال إن القتال تصاعد في أنحاء البلاد وخاصة حول مأرب، مشيرا إلى أن الحوثيين يحاولون السيطرة على المدينة وحقول النفط بالمحافظة، ويصعد التحالف العربي ضرباته الجوية دعما للحكومة اليمنية. المبعوث الأممي أشار إلى أن هناك عددا متزايدا من الأسرى يحتجزهم طرفاء النزاع، محذرا من خطر أن يفتح ذلك فصلا جديدا أكثر دموية من الحرب في اليمن، مطالبا بوقف التصعيد واتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين. جرونبرغ أضاف بأنه يعتزم إطلاق عملية سياسية جامعة يديرها اليمنيون ويدعمها المجتمع الدولي، مشددا على أن التصعيد العسكري يجب ألا يوقف هذه العملية. من جانبها أكد نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية راميش راجا سينغهام لمجلس الأمن تدهور الأوضاع في مأرب، مؤكدا أن استمرار هجمات الحوثيين أدت إلى نزوح أكثر من 45 ألف شخص منذ سبتمبر.